بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحياتي لكم يا شباب، وأخبار كده وكلام ودردشة على السريع بعد اللايف اللي أنا عملته امبارح بالليل. وطبعا تاني بشكر كل الإخوة اللي بيدعمونا، وأرجو لو أنت تحب المحتوى بتاعنا وكده تشاركنا وخليك معانا كده. الأهلاوية في أوروبا في أي مكان معاكوا على الخط بإذن الله تعالى في دعم منتخب مصر، مصر فوق الجميع، ولدعم النادي الأهلي اللي حبيبنا اللي مفرح مصر، مفرح كل الأهلوية في العالم كله بإذن الله تعالى. وقلت لكم المباراة بتاع بايرن ميونخ اللي احنا بنتبعه هنا طبعا في باريس ضد باريس سان جيرمان، كان مباراة جميلة جدا جدا، وشفنا فيها دروس جامدة جدا للكابتن إبراهيم نور الدين اللي جاي النهاردة بيتناور على إيهاب جريشة ولا جهاد جريشة على ضربة جزاء المقصة. يا كابتن إبراهيم، ما كانش زمان في فار، انت شفت بعينك، وبعدين بطلوا بقى حدف طوب ومش حدف طوب وكده. انت المفروض انتوا تكونوا قدوة للشباب الجديد، الحكام الجداد. عيب اللي انتوا بتعملوه ده، والله عيب عيب. انتوا ساقطين من نظر العالم العربي قبل العالم كله، ساقطين من كل حاجة، وده اللي انت بتشوفه دايما هناك في دول الخليج، في الدول العربية بيتناور على مباراة الزمالك وسموحة اللي كان فيها ضربتين جزاء، ضربة للزمالك ظالمة ظالمة ظالمة، ها، وضربة لسموحة في الدقيقة الثانية للأسف كانت مباراة يعني ايه، يعني مباراة. المهم الزمالك يحتوى، الزمالك يكمل، الزمالك يعمل حاجة، الزمالك عشان برضو الزمالك مباراة أفريقية قدامه، الزمالك بيقدم شكوى عشان نتيجة مباراة الترجي طبعا مع المريخ، بحجة ان الترجي التونسي غير 4 تغييرات او على 4 مرات التغييرات بتاعته. ده خطأ اداري يا بهوات، مش خطأ الترجي، المفروض دي مسؤولية الحكم، بس ما علينا. المهم الزمالك بيحضر تاني لنفس الفتنة، لنفس الاحتقان، لنفس كل حاجة، مفيش فايدة والله، مش عارف نعمل ايه بالظبط، ايه الحل في الاخر؟ تحكيم فاجر. وقلت لكم امبارح برضو، قلت لكم انسوا موضوع رئيس لجنة حكام محايد، انسوا الكلام ده خالص. رئيس لجنة حكام محايد ايه؟ هو انتوا هبل؟ هو انتوا يعني انتوا بتضحكوا على الناس ازاي؟ يعني انت ازاي بتضحك على الناس؟ يعني ازاي يجي لك قلب تضحك على حد وانت يعني عايز تجيب واحد من البرتغال وتقول لك اصل في واحد سويسري برضو قدامنا، ها، عشان يقول لك لما يختار حد يقول لك احنا كنا هو، احنا ما مالناش دعوه بكولر وما لناش دعوه بالكابتن البروفيسور فيريرا، ها، وفي الاخر هيجيب واحد اسمه جوميز كان قاعد على القهوه ملوش في اي حاجه خالص، ولا حكم دولي ولا له في اي حاجه خالص، ولا عمل يعني ما فيش اي محاضرات ليه ولا اي سابقه تنبئ ان هو كان له خبره كويسه اصلا. هيجيبوه عشان زي ما قلت لكم امبارح برضه في اللايف بتاع بالليل ان ده تابع الشركه اللي بيحكمها الاستاذ احمد اللي هو مدير التعاقدات اللي ضيع الدنيا في كاس السوبر للطايره، برغم ان كل اللي بيعمله من صفقات وماسوره فلوس مفتوحه لهم كلمنا فيها طبعا. مع ذلك الاهلي لسعهم 3 مع الرقفه 3-0، وفي اول كاس سوبر يتعمل في مصر. ما شاء الله يا اهلي ما شاء الله، دلوقتي حوالي 34 فوز للاهلي مقابل فوزين في خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا في جميع الالعاب والحاجات دي. طيب اللي هيحصل النهارده ان احنا دلوقتي الاهلي هيصر على موضوع لجنه حكام، هيصر على ان فيه لازم لجنه برئاسه راجل محايد، راجل عنده خبره، عنده مش عارف ايه، قلت لكم ولا هيحصل، ها، وهيضيعوا وهيعملوا كده لغايه اما الزمالك ياخد حوالي 12 15 نقطه ويبداوا يفكروا ويشوفوا هينقذوا ما يمكن انقاذه. المهم الزمالك ما تعرفش بيدار من اي وزاره، وزاره الرياضه ولا وزاره الزراعه ولا وزاره النقل والمواصلات ولا وزاره ابراهيم نور الدين والسكه الحديد، الله اعلم. ابراهيم نور الدين يحكم ماتش مثلا الترجي والزمالك، الترجي مش عاوز بن جايد اللي هو المغربي، مش عاوزه، بيقول عشان اللي حصل والكارثه اللي عملها في القاهره في مصر من حوالي سنه او سنتين، مباراه الترجي التونسي اللي قلبها من 1-0 للترجي ل 3-1 بضربتين جزاء عمي ب6 لاعبين تم طردهم وهكذا يعني. طيب اللي بعد كده
اللي بعد كده ان احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي وياسر ابراهيم جدد 3 سنين والتجديد المستمر للشحات والايمن اشرف، حتى لو ايمن اشرف مش هيكمل في الاهلي انما ايمن اشرف اهلاوي، ايمن اشرف مستمر مع الاهلي حتى لو راح اعاره او انباع، انما هو اهلاوي واد اصيل فعلا شاب على خلق، والاهلي مش مهم عنده الفنيات، فيه رموز لانديه معينه ها وفنياتهم حرفيه كبيره جدا جدا، انما اخلاقهم هي اللي حطتهم في المكان السليم ها لمستقبل، مش يعني لما يجيبوا صوره مش هيحتاروا يجيبوا صوره اللي هو قالع التيشيرت مثلا وبيستفز الجماهير مثلا او بتاع. طبعا الكابتن ابو ريده بيحاول يقنع النادي الاهلي ان هو يشارك في البطوله العربيه وبيغريه ب 10 مليون دولار اجمالي الجوائز بتاعتها عشان خاطر الاهلي يطلعوه من كاس السوبر الافريقي اللي هو الاهم اللي هو فيه نقاط افريقيه. لا يا اهلي، ما فيش حاجه اسمها بطوله عربيه بلاها ها. وابو ريده معروف ان هو من ايام التحقيق في موضوع بورسعيد وال 72 شهيد اللي في رقبته وفي رقبه الدجال وكل الناس اللي هم سببوا في كده، ابو ريده بيكره الاهلي ومش عاوز ازعم ان هو بيكره بلده في بعض المواقف اللي هو بيعملها فقط عشان خاطر كيان واحد. احنا عشان كده هو الاهلي لاداره الاهلي واعيه وعارفه ايه اللي بتعمل ايه بالظبط. باذن الله تعالى طياره خاصه الى السودان باذن الله يوم السبت الساعه 3 موعدنا مع مباراه الهلال، قبلها يكون يوم الجمعه في ليبيا مباراه المريخ والزمالك. يلا يمكن نعرف نحفل على حبايبنا الجمال تحفيل مؤدب، طبعا احنا مش بنعمل اي حاجه غلط. المهم دلوقتي ان المباراه نركز دلوقتي مع المباراتين دول، انا بقول دايما مباراه الهلال السوداني يوم السبت الساعه 3 وبالطياره الخاصه على اسوان، يباتوا ليلتين ان شاء الله تعالى ونلعب اسوان ناخد الثلاث نقط ونبقى تمام قوي كده. وزي ما كان بيقول لا مش هنقول اتعشت، لا احنا مش بنتعشى، احنا ما بنشبعش بطولات يا فريق النادي الاهلي. كولر لازم تدعمه كولر، لان الحرب بدات عليه جامده جدا وعلى بعض لعيب الاهلي الضوي كريستو ده طبعا موجود في النادي الاهلي وبثبات، هو فقط هيلعب في بطوله افريقيا للشباب اللي في القاهره في اخر فبراير لغايه من منتصف مارس تقريبا، فاللاعب دي فرصه حلوه ليه ان ياخد على الاجواء واللعب في الملاعب المصريه، وباذن الله موجود وان شاء الله تعالى الخير. القندوسي طبعا هيبقى يعني لو لعب مره واثنين وخد على الاجواء واتعمل كده انتجريشن كده مع الفريق باذن الله تعالى هيكون اساسي باذن الله في المستقبل، ويبقى انيس بوجلبان الثاني، بل هو يعني فنيا اعلى نسبيا الى حد ما. المهم الاهم الاخلاق، المهم انيس بوجلبان عايش في قلوبنا زي جيلبرتو زي فلافيو زي غيرهم الاجانب. الاهلي تاريخه مع الاجانب معروف غير نادي تاني ما بين محاكم وفيفا ومش عارف ايه. ادعموا كهربا برضه، وكهربا موضوع الكهربا ما ينامش لغايه باذن الله فلوس كهربا تندفع، فلوس كهربا باذن الله تندفع، ما فيش اي مشاكل باذن الله تعالى تندفع ازاي، انما انا مش مع الموضوع ان هو يتمط تاني ويمتد تاني عشان اللاعب يركز بقى لانه داخل على 28 29 سنه باذن الله. يبقى ايه؟ يبقى يعني انا عايز اشوف كهربا ياخد بطولات مع الاهلي، عايز اشوفه بيرفع درع الدوري وكاس مصر وكاس افريقيا مع الاهلي، بعد كده عاوز يعار عاوز ينباع عاوز اي حاجه مش مشكله. كهربا لازم ينهي حياته في الملاعب كاهلاوي ها، عشان الراجل ده رجع لربنا وبقى راجل مستقيم وبقى وارتاح، ويا ريت كل لاعب عنده دم كده زي كهربا يهرب من اي زلنطح بيشتمه بي 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 بيتهمه في شرفه، بيتهمه في سلوكياته في تربيته، زي عندنا مثلا بعض اللعيبه اللي هي اتهمت بحاجات كتيره جدا ومع ذلك نزل يلعب. طب احنا دلوقتي الزمالك القايمه بتاعه الماتش بتاع ليبيا بتاع المريخ السوداني ما فيهاش مثلا احمد فتوح، قال لا بس عبد الله جمعه هيلعب، سبحانك يا رب. طب احمد فتوح مش هيلعب ليه ها؟ فاحنا مش عارفين، احنا مالناش دعوه بما يدار وراء الستار، احنا فقط بنشوف اللي قدامنا بنتكلم عن حقائق. ده فيديو على السريع للشباب المحترمين انكم تدعمونا لو سمحتوا، دعموا القناه بتاعتنا اكتروا كده، وباذن الله لو المحتوى بيعجبكم واي اقتراحات اي نقد اي حاجه انا تحت امركم. البرد اول مره في حياتي 3 اسابيع برد دلوقتي لسه ما تحسنش، بس الحمد لله في تحسن بدعواتكم، ربنا يشيل عنا كلنا يا رب.
ربنا يشفي كل مريض، ربنا بإذن الله تعالى يحمينا ويحمي ولادنا ويحمي أسرنا كلنا ويحمي وطننا الغالي مصر بحكوماتها بشعبها بجيشها من أي فتان من أي فاسد من أي حد بيكره أو بيحب نفسه على حساب بلدنا الجميلة إن شاء الله تعالى. تحياتي ليكم وأشكر دعمكم إن شاء الله تعالى. معكم شريف من ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.